أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أن الالتزام بالدستور أمر ثابت والإيمان بالعمل البرلماني راسخ. وأضاف سموه حفظه الله خلال افتتاحه لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي 15 في مجلس الأمة أن التطورات والتحديات الإقليمية جعلت من تصويب العمل البرلماني استحقاقا وطنيا لتعزيز أهم مكتسباتنا الوطنية. نعم، هذا وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعبد الكريم الكندري إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، حيث انتهى الاستجواب بطلب طرح الثقة. تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 15 بمجلس الأمة، واستهل سموه الجلسة بالنطق السامي إذانا ببدء دور الانعقاد الجديد للمجلس. واجبنا جميعا وعلى وجه الخصوص أنتم في مجلس الأمة العمل على حماية وطننا من مخاطر الفتنة الطائفية وتحصين مجتمعنا ضد هذا الوباء الذي يفتك بالشعوب حولنا. واجبنا جميعا الحرص على وحدتنا الوطنية وصيانتها وتعزيزها، فهي عماد الجبهة الداخلية ودرعها الواقي وسورها الحامي. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ألقى كلمة السلطة التشريعية، فيما ألقى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح كلمة السلطة التنفيذية. من الاستحقاقات الضرورية تطوير البنية التحتية والمرافق الخدمية والارتقاء بالخدمات الصحية ورفع جودة التعليم ودعم مرفق القضاء وغير ذلك من الاستحقاقات التي أصبحت هما يشغل بال المواطنين وهاجسا لا يغيب عن خاطرهم. لا شك أن المهام والمسؤوليات الجسام التي نتحملها جميعا مجلسا وحكومة هي أمانة كبرى وعهد أقسمنا عليه على الوفاء به في ظل التمسك بمقتضيات العمل النيابي في الرقابة والتشريع ضمن الإطار الدستوري لها. وبعد تزكية أمين سر المجلس والمراقب بدأ استجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعبد الكريم الكندري والموجه لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح بصفته، والذي انتهى بتقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة. كان الاستجواب راقي من الطرفين بغض النظر عن النتائج، هذه هي الديمقراطية وكل له قناعته، انتهت وبعد ذلك تقدم 10 أعضاء بطلب طرح الثقة في الوزير الأخ محمد العبدالله. ووفقا للائحة حددت جلسة الأربعاء الأول من نوفمبر موعدا للتصويت على طرح الثقة. يعني شفنا أكثر مرة ممارسة مختلفة للائحة والدستور، يعني قيام بالتوقيع من قبل بدء الجلسة. يعني الحمد لله، بكل تأكيد سأستمر في عملي ولن أستقيل ولن أطلب إعفائي. أمري بيد سيدي حضرة صاحب السمو الأمير يقرر في أي وقت. وبعد بند الاستجواب شهد مجلس الأمة انتخاب أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.